عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا فندم، بس كنت ببعت 25 جنيه رصيد لأختي في الجامعة، فغلطت في النمرة فجت على النمرة الثابتة غلط يا باشا. لا، ما حصلش نعم؟ ما حصلش لا لا لسه حالا دلوقتي يا فندم. اتأكد تاني من معلش حياة ولادك يا باشا. اعمل ايه عشان اتاكد؟ بص عندك في الرسالة، عندك هتلاقيها متحولة لحضرتك والله بالغلط. طب ما هي متحولة من رقمك انت مش من اتصالات، نعم؟ رسالة يعني، رسالة متحولة من نمرتك انت مش من شركة الاتصالات. لا ما نمرتي انا اللي حولت يا باشا. ما هو انت بعت لي رسالة مكتوب فيها كلمة تم تحويل 25 جنيه، يبقى انت كده وصلني منك 25 جنيه، ولا وصلني منك رسالة مكتوب فيها 25 جنيه؟ لا انا حولت من يعني حولت يعني خمسة وعشرين جنيه يعني انا لو حبيت اشتغلك هرد عليك برسالة مكتوب فيها تم ارجاع ال25 جنيه. ازاي يعني؟ يعني 25 جنيه هيحيوك؟ 25 جنيه هيحيوك؟ هتستفيد ايه من 25 جنيه؟ افرض اديتهم لك، صدق انا عايز اديهم لك، بس هيعملوا فيك ايه في الزمن ده؟ ده كفاية سمعتك على تروكولر طالع ان انت انسان يعني بتنصب على خلق الله كلهم. ليه تعمل في نفسك كده؟ انت متصور يعني ان انت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى مش شايفك وسامعك واولادك وزوجتك لو كنت متجوز ومخلف، ووالدك ووالدتك، كل دول يصيبهم شوق من الحرام اللي انت فيه. شوية زي اللي انت معايا فيهم على التليفون دول كان ممكن تكسب بيهم بالحلال. نعم ليه تعمل كده بقى؟ طول من أكل الحرام. أنا عارف إن الحياة بقت صعبة، أنت ابن ناس، معلش أنت ما احنا اتخلقتش بجبل أصلا. بس مش اكتر والله يا باشا. معلش احنا اسفين حضرتك. لا الله يوسع عليك، انت تستاهل 1000 جنيه مش 25 جنيه. بس والله ابعد عن الحرام والله الحرام منافع يا باشا، اقسم بالله. بس خلاص. الزنجة بس مش اكتر والله. هتعمل ايه بال25 جنيه؟ تجيب بيهم سجاير؟ والله هنجيب البس سجاير والله. طب استفدنا والله ايه؟ استفدنا ايه ولا يعني؟ تتسمم بالحرام كمان؟ لا والله ما ينفعش. ربنا يتوب عليك. خد بالك، آمين لحسن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق الذي يسرق حين يسرق وهو مؤمن. اللي يسرق يبقى مش مؤمن. تبيع لا اله الا الله علشان 25 جنيه؟ لا تبيع لا طبعا. اله الا الله علشان 25 جنيه؟ اوعى تعمل كده، حرام عليك. انت ابوك راجل محترم، انت ابوك راجل محترم، ابوك ما رباكش انك تطلع حرامي، امك ما ربتكش انك تطلع حرامي، اوعى ما تعمل كان كده. ماشي يا فندم. توضى دلوقتي حالا وصلي دلوقتي حالا، ماشي يا فندم. وربنا بيقول: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، جزاك الله كل خير يا شيخ. ربنا يوسع عليك ويسترك ويكفيك شر الحرام. لو استغفرت ربنا دلوقتي 1000 مرة ربنا هيجيب لك فلوس، بس ما تجيبش بيها سجاير بقى. ماشي يا باشا. يعني لو ماشي سجل رقمي عندك لما تحب تسأل أي حاجة في الدين اتصل بيا. تمام يا فندم. ماشي يا السلام فندم. عليكم، مع السلامة.